ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على برج الدلو، توقعات الاسبوع الرابع والاسبوع الاخير لشهر نوفمبر لعام 2021. برج الدلو احنا عندنا في خلال الاسبوع الرابع هو في جو اقدر اقول ان هو متميز كتير، خطوات مهمه وايجابيات ومعالجات وتصليح كتير من امور في حياتنا. بالنسبه لنا احنا عندنا الفتره دي اقدر اقول او الاسبوع الرابع هو فتره بنخرج منها من طاقه معاكسه، يعني هنقول ياه اهي هانت، اهي الحاجات المؤجله خلص وجه معادها عندك. ده ليه بقول لك النقطه دي؟ طبعا احنا كنا قلنا قبل كده ان طاقه ان الشمس متواجده في برج العقرب معاكسه كتير لبرج الدلو، بتدي نوع من انواع الضغط النفسي على برج الدلو. مش بس كده، لا كمان كوكب عطارد، يعني كان بيأثر كتير على نفسيه اصحاب برج الدلو من الناحيه المهنيه ومن الناحيه الدراسيه للناس اللي بتدرس. فكان في ضغوط، كان في عدم استقرار، كان في ان احنا مقفولين ومش طايقين ومخنوقين وبندب في اي حد بيكلمنا، يا اما بنحاول نداري بس من جوانا مشحونين على اخرنا بشكل بسيط جدا عشان فكان ده الجو اللي موجود. الى ان من يوم 23 الشمس بتكون موجوده برج القوس، وده بالنسبه لنا بيدي لنا طاقه حلوه، بيدي نوع من انواع التغيير الايجابيه، تقدم، تصالح مع النفس جدا جدا جدا. طيب بالنسبه لي كوكب عطارد هيكون تاثيراته الفعليه من يوم 25 في برج القوس، ومن هنا برضو بيدي تاثيرات قد ايه قويه، نوع من انواع الدعم، قرب في علاقات صداقه، بنعرف اشخاص كتيره من الاجواء المهنيه، علاقات بتتجدد، علاقات بتتحسن، تصالح في العلاقات بشكل قوي جدا، وكمان عروض مهنية، تميز كتير، أصدقاء بيخرجوك من محن بيساعدوك جدا جدا، فأجواء برضو أقدر أقول لطيفة كتير. لكن خليني أنا بس أتكلم بقى على شكل الأيام، إيه الأيام بالنسبة لنا اللي نخلي بالنا منها والأيام الحلوة؟ احنا بالنسبه لنا عندنا في ايامنا او الاسبوع كله حلو على فكره، او احنا فعلا عندنا الاسبوع كله حلو، لكن في خلال برضو الاسبوع كله اشخاص في الوضع العاطفي غيره كده، عندهم حقد ابن لذينه يا جدع، فعندك ده يعني من الاخر كده خلي بالك قوي من الناس اللي بتدخل بيتك، خلي بالك قوي من الناس اللي بتقول لهم اسرارك، خلي بالك قوي من التعاملات على السوشيال ميديا، خلي بالك كتير، لان في اشخاص عايزين يعملوا لك فخ ما بينك انت والشريك، خاصة ان انت حاسس ان الشريك مش مهتم بيك برضو. المهم هنتكلم على الوضع العاطفي باستفاضة اكتر، بس خليني ان انا اقولك افضل يومين بالنسبة لك متواجدين ايه؟ 29 و30، فترة القمر متواجد في برج الميزان، الفترة دي يعني بيتك التاسع، هنا القمر متواجد في بيتك التاسع، يعني يديلك هدوء نفسي لان انت تخطيت حاجات كتير، ازمات، مشاكل، في تصالح، في ايجابيات حصلت كتير على مدار الاسبوع، وكمان في خلال 29-30 نتائج ايجابيه، اخبار مهمه جدا، الحصول على ترقيه او تميز او معاد مهم جدا، دنيا لطيفه. لما نيجي نتكلم اكتر على الامور ونجزء، احنا بنتكلم على ايه؟ يبقى نبدا بالوضع المهني الاول لان هو ما احلاه فعلا. الوضع المهني بالنسبه لك هيكون فيه تغيرات، احنا مبدئيا بدايه الاسبوع من يوم 22 القمر متواجد في برج السرطان، ده بيتك السادس، يعني في تصالحات، ايجابيات، في عندك اخبار مهمه جدا جدا، في ان انت بتتواصل مع اشخاص انت على خلاف معاهم، في ان انت بتعرف تتعامل مع الاصدقاء، عارف لما يبقى عندك حته قفله كده مش عايز اتعامل مع حد، ومره واحده تحس لا انا عايز اصلح علاقاتي مع الاخرين وان يبقى في ارتباط ما بيني وحاله ود ما بيني وما بين احد الاصدقاء، بالظبط ده اللي عندك، ومن هنا بتبني صداقات جديده، بتبني علاقات جديده، بتبني تقدم، كمان بيكون في اصدقاء من جنسيات اخرى او اصدقاء من شخصيات ثقافتهم غير ثقافتك، بتكتسب منهم خبره، بتكتسب منهم تعامل اضافي، بتعرف لا انا ما كانش ينفع اتعامل كذا، لا المفروض اتعامل كذا، عندك الاجواء دي جدا، ومن هنا بتقدر تعلق اصحاب العمل او اصحاب الدراسه بيك جدا جدا، بيبقوا مترابطين بيك، بيبقوا بيحبوك كتير، فبيبدا ان هم يقضوا لك مصالح، يعني عروض مهنيه يدوها لك، يقفوا معاك، حلول ازمات، يقولوا لا فلان ده كويس جدا، ما يتقوش كلمه وحشه عليك. فهمت الدنيا ماشيه ازاي في الوضع المهني؟ غير كده في الوضع المهني انت قادر على تصليح كتير، يعني هتحس ان انت بتميل الى ذكاء اكتر، بتميل الى خبره اكتر، بتميل الى تقدم اكتر، عندك انك مهتم بشغلك اكتر، عايز تتفوق، عايز تتقدم، عندك ده، فاذا عندك حاجه عايز توصل لها، عندك هدف عايز توصل له، ده من بدايه الاسبوع بيكون متواجد عندك الشكل ده جدا جدا. بعد كده بتلاقي ان اشخاص فعلا بيساعدوك في الوضع المهني، انك تعمل لو عايز تعمل مشروع هتلاقي اصدقاء بيساعدوك جدا على فكره، عندك حاجه كانت مؤجله في الوضع المهني بيجي وقتها، وبتلاقي في اشخاص بيساعدوك ان انت على فكره طول الاسبوع ده انت معتمد اكتر على ان في ناس بتساعدك، على ان في ناس بتخليك تكون افضل، على ان حد بيلعب على شخصيتك، بيلعب على ان هو يشيل منك طاقه سلبيه بالعافيه،
في عندك الاجواء دي جدا على فكره. طيب برج الدلو ده شكل الوضع المهني، اشخاص بيساعدوك في ان انت بتترقى، بتعمل مشروع، في تقدم في الامور المهنيه، بتحاول ان انت تسعى لحلم او لتحقيق هدف قوي من الناحيه المهنيه، بتحاول تعوض خساره مهنيه، كل ده بتنجح فيه بشكل كبير جدا. طب الامور الماليه، الامور الماليه في حد بيدعمك من الناحيه الماليه، في تقديم هدايا، في اجواء اقدر اقول انها لطيفه كتير من الامور الماليه بالنسبه لك. كمان عندك في حد بيعمل لك، لو انت بتعمل مشروع ممكن يكون عندك حد داعم ليك، عارف بالظبط زي ايه، زي ليك شركه انتاج بتدعمك، زي ليك الاب والام بيدعموك، هبه من الاهل يعني، في حاجه زي كده، في ميراث بتحصل عليه بيدعمك انك تعمل مشروع، في فلوس جايه لك ايا كان منين، فجايه لك على اساس ان انت تدعم نفسك في شان مهني، فعندك ده جدا. كمان انت متالق كتير بشكلك يا برج الدلو، متالق بستايل، بلبس، بمظهر، بالبشره، مهتم كتير ان انا اعالج بعض الامور، فعندك النقطه دي كتير يا برج الدلو. برج الدلو برضو بالنسبه لنا احنا عندنا في حاله من التغيير، يعني في تغيير، في بتغير طريقه ستايل، طريقه لبس، بتغير حاجه في نفسك، مهتم بنفسك جدا جدا، كمان مهتم قوي بالسوشيال ميديا بتاعتك، هتلاقي نفسك عندك بتنجذب قوي للسوشيال ميديا، سواء ان انت تنزل صور بتاعتك او خاصه ليك، عندك الاجواء دي جدا. فده شكل الوضع كمهني وامور كده خاصه بيك والوضع المالي. اما الامور العاطفيه، الامور العاطفيه على فكره بالنسبه لك مش وحشه، انت عندك علاقات صداقه هتتحول لعلاقات عاطفيه للناس اللي مش مرتبطين، بس في نفس الوقت في غيره متواجده حواليك جدا جدا، يعني ممكن يبقى حد معجب بيك كتير، في حد تاني يبقى رافض ان يبقى الحد ده معجب بيك، يبدا يغير، يبدا يطلع عليك كلام، يشوه سمعه، عندك النقطه دي، في اشخاص عايزين يشوه سمعتك، في اشخاص عايزين يعملوا لك فخ، عندك اشخاص كارهين ليك الخير ومش هتتخيل، هم ناس من المقربين ليك، والنقطه دي قلتها لك قبل كده وما زالت مستمره، اضافه الى ان في اصدقاء بيدعموك جدا وبيخرجوك من ازمه او مشكله، بيحاولوا يصلحوا علاقه ما بينك انت والشريك لو انتوا متخاصمين مع بعض، الا ان في اشخاص تانيين عايزين يولعوها حريقه اكتر. بس هيبقى عندك انك هتعرف تتعامل مع الناس دي، اصحابك الكويسين هيكونوا ضد الناس اللي مش كويسين، ان هم يقدروا ان هم يصدوهم بمعنى اصح. البرج الدلو للناس اللي هم متجوزين، في ممكن لو انتوا عايزين يعني في مولود، لا ممكن يكون في خلال الاسبوع ده شويه نوع من انواع التاجيل او التاخير، او ان انت مش ممكن تكون مش يعني ممكن يكون في مثلا بس انت ما تعرفش مثلا، فاهمني؟ فعندنا الاجواء دي جدا، بس من شهر ديسمبر هيكون في نسبه كتيره للمواليد، يعني يكون في مواليد، لكن برج الدلو وبالنسبه لاولادهم في ان انت بتحاول تعدل مسار اولادك، بتحاول ان انت تظبط، ممكن يكونوا على فكره عندهم مشكله صحيه انت بتحاول تعالجها، ممكن يكون سلوكهم مش عاجبك انت بتحاول تعدل في سلوكهم حاجه، او بتعاقبهم عقاب مثلا، لا ده صح لا ده غلط، في الاجواء دي جدا جدا. مع الاهل بيتحكموا فيك عشان يقدروا ان هم يغيروا منك حاجه، عايزين يصلحوا حاجه فيك، زعلانين منك بسبب تصرف، في اعاده لتصالح، اعاده لتظبيط علاقات مره تاني، فعندك ده جدا. الناس اللي هم منفصلين، لو انتم منفصلين عن قرب يعني من قريب، هيكون في اشخاص بيحاولوا ان هم يصلحوا العلاقات، بس في شخص خبيث في وسطهم، فما تقولش اسرارك وما تقولش صالحك كلمك كلمته ما كلمتوش لكل الناس اللي حواليك، لا حاول تداري على نفسك كويس قوي عشان تعرف تظبط العلاقه دي صح، لو انت عايز ترجع للشخص ده خاصه لو من ابراج مائيه. طيب برج الدلو للناس المنفصلين من قبل او من فتره، فيكون في رجوع ولا لا، انا ما انصحكش انك تاخد خطوه للرجوع خلال الفتره دي، اصبر لان في معاكسات في خلال الوضع العاطفي ان يحصل فيها رجوع، استنى والموضوع هيجي لك على الجاهز يا برج الدلو. ده من حته او من ناحيه الامور العاطفيه كمجمل عام. الوضع الاجتماعي يا برج الدلو احنا متالقين كتير، قادرين على ان احنا نبهر الاخرين على فكره، قادرين على انك تبهر الاخرين بشكلك، مظهرك، تعاملك، حاسس كده بنوع من انواع الثقه في النفس، حاسس ان انا اقدر اخد قرارات، عندك عقليه منفتحه اكتر، رؤيه باينه اكتر او واضحه اكتر، حاسس ان انت بقيت تشوف بصوره اوضح، هيكون عندك الموضوع ده جدا جدا. زي بس اوضح لك حاجه، احنا مع ان يوم 23 24 القمر موجود في برج السرطان، الا ان التغيرات المتواجده من يوم 23 بيبدا الشمس تكون موجوده في برج القوس، بتحس ان الدنيا معاك تتحسن شويه، لان بتخرج من الطاقه المعاكسه العنيفه دي جدا.
جدا اللي كانت متواجدة او اللي كانت حطاك في نفسية مش لطيفة وكنت بتجازف كتير مع نفسك، الى ان يوم 23 بتتغير الجو بيبقى اهدى، بيخش بشكل تدريجي اليوم 24 بيبقى اهدى الطف، ندخل بقى فترة يوم 25 رائعة جدا 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 وفيها نوع من انواع التغيرات وتقدم، لان هنا كوكب عطارد بقى موجود في برج القوس، وهنا الطاقة المهنية والمالية بتكون افضل كتير احسن كتير، بتلاقي اشخاص بتدعمك جدا، لان كمان موقع القمر بيكون في برج الاسد، هنا كمان ده موقع بيدعمك وبيخلي عندك طاقة وعندك حركة، عندك ايجابية، عندك ان انت جامد جدا، يعني هتحس لو انا فخور اكتر بنفسي، انا مبسوط كده، فعندك الجو ده كتير. كمان انت عندك حالة استشفاء، استشفاء صحي جسدي، استشفاء كمان روحي، يعني عندك نفسيتك بتكون افضل، بتقدر تعالج امور، بتصلح علاقات، بتصلح اخطاء، عندك ده، عندك ان انا عايز اصلح الدنيا اكتر، اخد قرارات جديده، اصلح امور شخصيه، اصلح علاقات شخصيه، صداقات، الجو ده موجود كتير عندك. فاذا عندك استشفاء نفسي روحي جسدي او صحي، فعندك الجو ده كتير. برج الدلو بتمنى لكم كل الخير كل سعاده، بتمنى لكم اسبوع سعيد بدايه من يوم 22 ليوم 30، انا بتمنى لكم كل ايامكم يا رب تكون هنا ولطف وسعاده. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.